السلام عليكم يا باشمهندسين. ان شاء الله النهارده هنتكلم مع بعض، هنكمل السوليد داي الكتريك ماتيريال. اتكلمنا في الاسبوع اللي فات، في المحاضرتين اللي فاتوا اتكلمنا على بعض الالكتريكال بروبرتس للسوليد داي الكتريك ماتيريالز او السوليد انسوليتنج ماتيريالز عموما، وشوفنا بقى سواء كان السترينث، سواء كان الداي الكتريك لوسز، سواء كان الريزستيفيتي بتاعته وقياساتها ازاي، سواء كان السيرفس او الفوليوم. كل القصه وكل الحاجات دي اتكلمنا فيها الاسبوع اللي فات. ان شاء الله النهارده هنتكلم بقى عن انواع او التايبس بتاعه الماتيريالز، السوليد داي الكتريك ماتيريال. فده هيكون موضوعنا النهارده، هناخد بعض الاكزامبلز للسوليد داي الكتريك ماتيريالز اللي احنا بنستخدمها كتير في الالكتريكال ابلكيشنز. خلاص هنشوف دلوقتي اشكال وانواع، هنتعرف على الماتيريال من جوه شكلها او انواعها ايه، وهنشوف استخداماتها او الابليكيشنز بتاعتها عامله ازاي. طيب احنا عموما كل الدايلكتريك او الصوره الدايلكتريك ماتيريالز بنعملها كلاسيفيكيشن على 3 جروبس، دول الرئيسيين جدا. ايه هما الجروبس دي؟ الاورجانيك ماتيريالز والان اورجانيك ماتيريالز والسينثيتك بوليمر، دول الثلاثة الرئيسيين. يعني في مواد بتنشأ من حاجات عضوية خلاص، حاجات طبيعية، وفي حاجات إن أورجانيك، حاجات مش طبيعية يعني مش ليفينج، مش حاجات حية، وفي مواد سينثيتيك بوليمر اللي هي المواد المخلقة اللي هي تصنيعية. تمام. إيه المواد دي اللي إحنا بنستخدمها في الإلكتريكال أبلكيشن؟ أشهرهم طبعا زي البورسلين والسيراميك اللي إحنا خدنا عنهم محاضرتين سابقتين لاستخدامهم في الانسوليتورز، في كمان ماده المايكا، وفي الجلاس الازاز، في البلاستيك والبوليمرز بانواعها بقى المختلفه اللي بتصنع منها الكابلات الكهربائيه. دي كلها مواد بنستخدمها في الالكتريكال ابلكيشن، وهي في الاصل بتيجي من الثلاثه جروبس اللي احنا قلناهم دول. ده بالنسبه للمواد الصلبه. طبعا لو انا بقى بتكلم على الداي الكتريك ابلكيشنز عموما اللي هي زي الكاباسترز والحاجات السوبر كاباستور، فاحنا بنلجأ في الحاجات دي مش بس للسوليد، احنا بنلجأ كمان للليكويد والجازز. الليكويد زي ايه؟ زي الدراي اير، الهواء الجاف، ده بيعتبر من المواد اللي انا اقدر استخدمها في الفاريبل كاباستور، ان انا اقدر اعمل بها فاريبل كاباستور. طبعا بالنسبه للمواد السوليد صعب جدا ان انا اعمل منها فاريبل ايه، فاريبل كاباستور، فعشان كده بستخدم مواد زي ايه، زي الجازز، زي دراي اير. وكمان بستخدم الهواء ده زي ما احنا شفنا برضو قبل كده في المحاضرات اللي فاتت في ترانسميشن لاين، هو ده يعتبر العزل ما بين الفيزز وبعضها، هو الهواء. كمان في مواد ليكويد زي الديستيلد ووتر اللي هي الميه المقطره، والفاكيوم كمان من الحاجات المشهوره جدا كايه، كداي الكتريك ماتيريال. خلاص يبقى انا لو انا بدور على ابلكيشن داي الكتريك، فهتلاقي قليلا قوي ما هستخدم السوليد، لان بروح دايما للليكويد ومين، والجازز. خلاص لكن احنا عموما بقى مش عايزين نتكلم بس فقط كابلكيشن للداي الكتريك، لا احنا عايزين عموما كل المواد العازله السوليد، ايه الحاجات اللي احنا بنستخدمها واشكالها بتبقى عامله ازاي. تمام. طيب ده بقى كلاسيفيكيشن لاشهر المواد سواء كانت اورجانيك او ان اورجانيك او سينثيتيك. تمام. يعني بالنسبه للمواد الاورجانيك، احنا اتفقنا الاورجانيك دي اللي هي المواد الليفينج سورس، اللي هي جايه من نباتات، جايه من حيوانات، دي كلها بنسميها مواد الايه، مواد الاورجانيك. زي ما بتسمع كده ان يقول لك ان احنا مثلا عندنا محاصيل زراعيه اورجانيك خلاص، ومواد تانية ان اورجانيك. الاورجانيك الان اورجانيك دي مثلا هي السماد الغير عضوي خلاص، في السماد العضوي ده اللي هو بيجي من الحيوانات. تمام. فده برضو بنسميه الحاجات دي اورجانيك ماتيريال، يعني الحاجات العضويه. زي ايه؟ زي الحاجات اللي بتتزرع، زي القطن خلاص، زي الحاجات اللي بتيجي من الاخشاب، من اللحاء بتاع الخشب، زي البيبر، زي الوود، زي الواكس، السمغ برضو بيطلع، والرابر بيطلع، كل ده من اللحاء بتاع الاشجار من انواع معينه. برضو البريسبورد اللي بنستخدمه في
في اللوحات بتاعة الكهرباء برضو بيجي من الأخشاب، الأمبر اللي هو زيت الكهرمان برضو ده ماتيريال، كل دي حاجات عضوية بنقدر إن إحنا إيه بنجيبها سواء كان من حاجات حية في حياتنا، تمام. بعكس كده تماما المواد الإن أورجانيك، المواد الغير عضوية، ودي يعني المواد العضوية عموما بتبقى تطبيقاتها الكهربية ضعيفة شوية، بيبقى الخصائص بتاعتها لسه ضعيفة، فعشان كده بيبقى في نوع من أنواع الأورجانيك بنسميه سينثيتيك أورجانيك. يعني إيه؟ يعني بيضيف عليه بعض الحاجات اللي بتديله الميكانيكال والإلكتريكال سترينث أقوى شوية، زي أشهرهم المادة اللي هي السيليكون رابر، بحط سيليكون مع الرابر عشان يحسن خصائصه شوية. بعكس بقى الإن أورجانيك ماتيريال زي الاسبوستس والسيراميك والجلاس والمايكا، دول بيتميزوا ان الالكتريكال والميكانيكال بروبرتيز بتاعتهم كويسه جدا، خلاص. فدول بيجوا من الحاجات زي الصخور، يعني معظمها بيبقى مواد نون ليفنج مش حيه زي الصخور، خلاص. دي كلها بينشأ منها الايه زي السيليكا وانواعها، بيطلع منهم الحاجات اللي هي الان اورجانيك ماتيريال. الماده الثالثه بقى اللي هي السينثيتيك بوليمر، دي مواد اللي هي مخلقة اللي بتتصنع في المصانع، أشهرهم النوعين دول السيرمو بلاستيك والسيرمو سيتنج. زي إيه كده؟ زي البلاستيك بقى بأنواعه، والبولي إيثيلين، البولي فينايل كلورايد، البوليسترين، الكروس لينك البولي إيثيلين، دي كلها مواد بنقول عليها السيرمو بلاستيك ماتيريال، خلاص. بنستخدمها أكتر في الكابلات الكهربية، لكن بيعيبها إن هي ما بتتحملش حرارة عالية شوية. وفي مواد بقى السيرمو سيتنج زي الايبوكسي ريزنز والبكالايت، دول برضو مواد بنستخدمهم ك سوليد انسوليتنج ماتيريال وفي تطبيقات كتير. ده كده بعض الامثله الخاصه بالاورجانيك والان اورجانيك والسنثيتيك بوليمر، تمام. طيب عايزين بقى نبدا نتكلم على كل نوع كده تفصيلي، وعلى كل ماده من المواد دي وايه تطبيقاتها وايه خصائصها. الاورجانيك ماتيريالز زي ما احنا اتفقنا مع بعض ان هي بتنشأ من المواد الليفنج، المواد الحيه، زي ايه؟ زي الفيجيتابل وزي الانيمالز، خلاص. دي كلها حاجات طبيعيه، خلاص، بيتصنع منها او بيخرج منها الاورجانيك ماتيريال، فبالتالي هي لها بعض الخصائص كويسه. and can be easily adopted for practical application، تستخدم في بعض الحاجات اللي انا اقدر استخدم منها زي البيبر بانواعه، ده اشهرهم اكتر شويه في الالكتريكال ابلكيشن، زي البيبر والبريسبورد. طبعا مشكلته مع اللي هو بيحصل له deterioration، خلاص، بيحصل له تحلل، خاصه كمان لما درجه الحراره بتزيد عند 100 درجه، فالميكانيكال والالكتريكال بروبرتيز بتاعته بتقل جدا، بتضعف، خلاص. فبالتالي الماتيريال الاورجانيك لوحدها نادره الاستخدام قليلا، خلاص. ليه؟ لان هو بيحصل له زي ما قلت لك ديتيريوريشن، الخصائص بتاعته بتقل مع الحراره، والمواد دي ما بتبقاش الالكتريكال والميكانيكال بروبرتيز، خاصه الميكانيكال كمان بروبرتيز بتاعتها بتكون ما بتكونش كويسه، فعشان كده بنحاول ان احنا نعمل لها تريتمنت، تريتنج علاج، ان انا بحط عليها فيرنش، او بعمل اضيف على البيبر امبريجنيتد اويل، خلاص، احطه اغمسه كده في الزيت، بحيث ان هو بيقفل المسام بتاعه البيبر ويحسن الالكتريكال بروبرتيز بتاعته. طبعا اشهرهم زي ما قلت لك البيبر والبريس بورد، ده بنستخدمه في البيبر، اشهر في الكابلات وفي الترانسفورمر، خلاص، خاصه هي الامبريجنيتد بيبر، دي كانت بدايه صناعات الكابلات، كانت امبريجنيتد بيبر. والبريس بورد بستخدمه اللي هو من بتصنع من خشب، بستخدمه في بعض الحالات من في صناعات الكاباسترز، تمام. فده كده بالنسبه لمين؟ بالنسبه لو المواد هستخدمها كايه؟ كاورجانيك ماتيريال. طيب الان اورجانيك بالعكس تماما الاورجانيك، المواد الان اورجانيك ما بيحصلهاش اي ريدكشن في الالكتريكال او الميكانيكال بروبرتيز بتاعتها اب تو 250 ديجري سنتيجريد،
يعني لو انت حضرتك حطيت عليها حرارة او استخدمته في مكان الحرارة فيه بترتفع لحد 250، ده مش هيأثر في اي حاجة خالص في البروبرتس بتاعت المادة. طبعا الاشهر هو ده اكثرهم استخداما في الماتيريال السوليد الانورجانيك، زي الجلاس وزي السيراميك اللي هو بيستخدمه اكتر في صناعات العوازل والبوشنج بتاعت الترانسفورمرز بتاعتي. ليه كمان؟ مش بس عشان خاطر ان هي بتتحمل الحرارة لحد 250 درجة، لا ده كمان ان هو بيرزيست الاتموسفيريك بوليوشن. خلاص ده كمان لما بيجي عليه اي اتموسفيريك بقى كونديشن بقى نتيجة بوليوشن خارجي، سواء الحاجات دي زي الانسوليتورز والبوشنج بنستخدمها دايما او الدور بره، فبالتالي معرضة دايما للعوامل الجوية، للرياح، للأتربة، رمل، اي حاجة تحصل على الماتيريال دي. فبالتالي الماتيريال دي ميزتها ان هي بتقاوم البوليوشن ده، فبتديلي اكسلنت بيرفورمانس نتيجة او اندر varying كونديشن للتمبريتشر والبريشر، سواء بقى درجة حرارة زادت، درجة حرارة قلت، البريشر زاد، البريشر قل، في تراب، ما فيش تراب، كل ده يقدر ان المواد الانورجانيك تتحمله من غير ما يحصل فيه اي ريدكشن فين في الالكتريكال بروبرتس بتاعت هذه الماتيريال. تمام. طيب الوقت الثالث نوع عندنا اللي هو السينثيتيك بوليمر، اللي هو البوليمر المقلى. النوع ده من الماتيريال بيتميز ان هو الحاجات منه اللي بتصنع في الالكتريكال ابلكيشن تميز ان هي لها اكسلنت انسوليتنج بروبرتس، خصائص المكررة بتاعتها العزلة كويسة جدا. وكمان بقى الميزة المهمة اللي بتخليني ألجأ لاستخدامها بدلا من المواد الان اورجانيك اللي احنا كنا لسه بنشكر فيها من شوية، ان هي ايزي فابريكيت، يعني بتتصنع بسهولة، التصنيع بتاعها سهل. ودي ميزة مهمة جدا. ليه بقى؟ لان الان اورجانيك ماتيريال اللي هي بتصنع من مواد النون ليفنج، المواد الغير حية، يعني بتبقى معظمها صخور او ما شابه، بتبقى بالرغم من ان هي بتحمل العوامل الجوية المختلفة، بريشر وتمبريتشر وهواء ومش عارف ايه، كل الحاجات اللي احنا لسه كنا بنشكر فيها، وبتحمل درجات حرارة كبيرة، لكنها مشكلتها ان هي التصنيع بتاعها صعب شوية. يعني لما حضرتك تيجي تشكلها بأشكال محددة أو لها شكل فيه كيرفات أكتر بيبقى صعب شوية. فبالتالي بروح أرجع لماتيريال تنفع فيها حاجات الدوران دي، زي مثلا صناعة الكابلات. الكابل عبارة عن أسطوانة، فبالتالي لازم الماتيريال بتاعتي تلف معايا بنفس الشكل ويكون مور سموذنج، تكون العملية ناعمة شوية. فبالتالي بروح ألجأ لمين بقى؟ للمواد اللي هي السنسيتيك. فبالتالي هي لها خصائص كهربية كويسة، وبالتالي كمان سهل جدا في التصنيع. احنا بنقسمهم الى نوعين، سيرمو بلاستيك وسيرمو سيد، وهنتكلم دلوقتي في السلايد اللي بعد دي على طول على الفرق ما بين الاثنين، السيرمو بلاستيك والسيرمو سيد. لكن عموما المواد السينثيتيك البوليمر ماتيريال ميزتها ان هي لو ميلتنج تمبريتشر، يعني بتدوب عند درجات حراره تقريبا من 100 ل 120 ديجري سنتيجريد. خلاص، فبالتالي ده بيساعدني جدا ان انا اقدر اشكلها زي ما انا عايز، فاقدر ان انا افردها واشكلها واعمل كل اللي انا عايزه عند درجه حراره اقل بكتير جدا من الميلتنج بوينت. يعني لو انا بتكلم تقريبا في 80 درجه او 90 درجه، اقدر اصب البوليمر ماتيريال دي في قوالب باشكال معينه واحطها للاستخدامات، زي اللي بيحصل بالظبط في صناعه الكابلات، ان انا بجيب النحاس بتاعي وبعد كده بروح احط قالب بدايمنشن معينه بصب فيه البوليمر بقى يتحط او وهو سايح كده يتحط على الكبر وبعد كده يتبرد فيعمل لك شكل الايه؟ شكل الكابل بتاعي. فعشان كده من الحاجات المهمة اللي نقدر استخدمها في التشكيل زي ما انا عايز، ودي اهم ميزة بالنسبة لي. تمام؟ بالرغم بقى ان الخصائص بتاعتها الكويسة دي، لكنها بتدبند في الاول والاخر على الابيليتي ان هو to prevent الابزوربشن اوف moisture. دي مشكلة كبيرة جدا، عملية امتصاص الموسشر.
عشان كده الحاجات دي لما بتتخزن لفترة طويلة الخصائص بتاعتها بتقل جدا. فمشكلة المواد البوليمر بقى هي عملية مين؟ وجود الموسشر، وجود الرطوبة في الجو، خلاص؟ فدي بتقلل لأن المواد البوليمر بتمتص الرطوبة شوية، فبتقلل خصائصها مين؟ الإلكتريكال بروبرتيز بتاعت الماتيريال. عشان كده من الحاجات المهمة اللي أنا آخد بالي منها حتة إن أنا ما أحطوش في مكان معرض لموسشر كبير، أو لو هيبقى في مكان فيه موسشر بحط بقى حاجة تمنع إيه؟ تمنع دخول الرطوبة. تمام؟ طيب نرجع بقى لحتة السيرموسيت والسيرموبلاستيك. السيرموبلاستيك هو عبارة عن أو هو سوفتن، خلاص؟ ولما بتسخن بيبقى مور سوفت، بيبقى ناعم خلاص أو لين. فده بيديني الافيلابيلتي بقى إن أنا أشكله زي ما أنا عايز. والميزه بقى اللي بتختلف، ده اللي يهمني شويه، السيرموبلاستيك عن السيرموسيت، هو ان عمليه الكيورينج بروسيس او عمليه المعالجه بتاعته هي كومبليتلي ريفرسبل. خلاص يعني ايه؟ يعني بكل بساطه ان انت جبت السيرموبلاستيك ماتيريال سخنتها او عملت لها هيتد، فبقت دابت الماتيريال او بقت سهله التشكيل، فشكلتها على شكل مثلا اي شكل مربع، خلاص، وسبتها تبرد طلع لك المربع بتاعك. بعد شويه قلت لا، ده انا مش عايز الشكل ده، ده انا عايز اشكل الماتيريال مثلا شكل مستطيل. فرحت عملت ايه؟ رحت سخنت الماتيريال مره تانية، خلاص، ورحت قعدت عملت ريشيبنج، اعاده تشكيل للماتيريال بتاعتي، فطلع لي الشكل اللي انا عايزه الجديد، خلاص، ورحت قست الالكتريكال بروبرتس بتاعته لقيتها زي ما هي. فدي ميزه السيرموبلاستيك ماتيريال، خلاص، ان هي ايه؟ ان هي مفيش نو كيميكال بوندنج، مفيش اي كيميكال بوندنج جوه الماتيريال دي. ستراكشر، خلاص، الالكترونيك ستراكشر بتاعه الثيرموبلاستيك ماتيريال اللي هي البلاستيك والبولي ايثيلين مفيش فيها كيميكال بوندنج، تمام، ما بين التشينز وبعضها. فدي بتسهل ان هي تسخنها تقدر تشكلها من جديد وتبردها تلاقي خصائصها زي ما هي، تمام، فتقدر ان انت تعمل لها ريسايكلينج او ريشيبنج، خلاص، من غير ما يحصل فيها اي اختلاف في الفيزيكال بروبرتس بتاعت الماتيريال. ودي صفه مهمه جدا للسيرموبلاستيك، خلاص. ايه اختلاف بقى السيرموبلاستيك ده عن السيرموسيت؟ السيرموسيت اللي هي زي ماده الكروس لينكد بولي ايثيلين والايبوكسي ريزون، المواد دي بتبقى كروس لينكد. كروس لينكد يعني التشينز مربوطه ببعضها بروابط كروس، خلاص. يعني لو انت دخلت كده عملت سيرش كده على الكروس لينك بولي ايثيلين شفت الالكترونيك ستراكشر بتاعته، هتلاقي عباره عن شويه حاجات كده كروسات. فبالتالي لما بتيجي حضرتك عمليه الكيورنج او عمليه المعالجه بتاعتها بنلاقيها ان هي الريفرسابل كيميكال بوندنج، خلاص، يعني ما بترجعش الكروس لينك زي ما هي لو انت عملت لها ايه؟ لو انت سخنتها تاني. فبالتالي المواد دي خلاص البوندنج بتاعتها بتزداد او بتزداد قوه مع الهيتنج، فعشان كده اقدر استخدمها في هاي ابلكيشن، هاي هيتنج ابلكيشن، خلاص، زي صناعات الالكترونكس وبعض الحاجات اللي بيكون فيها درجات الحراره كبيره شويه، خلاص. فبالتالي الفكره هنا ان لا، الماتيريال بتاعتي الريفرسبل كيميكال بوندنج، ما بتقدرش ترجع تاني لنفس الخصائص، خلاص، لو انت عملت لها ايه؟ عملت لها هيتنج. فده اختلاف السيرموبلاستيك عن السيرموسيت. السيرموبلاستيك ما بتحملش حراره كبيره، خلاص، وبيسيح، لكن السيرموسيت لا، بتحمل حراره كبيره. فده اختلاف مين؟ اختلاف البوليمر ماتيريال. فبالتالي كل الخصائص اللي احنا قاعدين نحكي عليها دي للماتيريال السوليد اللي هي الاورجانيك او الان اورجانيك او الثيرمو السنسيتك بوليمر، دي كلها بتخليني ان انا اقدر احكم على كل ماتيريال من دول استخدمه فيه، تمام. طيب عايزين بقى نبدا ناخد امثله بقى على كل نوع من الانواع دي، نمسك كده من اول الاورجانيك والانورجانيك والسنسيتك، كل واحد هناخد فيه كده نوع او نوعين نبص عليهم ايه، نبص عليهم مع بعض، تمام. لكن احنا كده دلوقتي خلاص صنفنا بقى الماتيريال بانواعها والاشكال بتاعتها والخصائص الرئيسية بالنسبة لي، تمام؟
اول ماتيريال معانا المايكا. زي ما احنا شفنا في فاكرين التيبل اللي شفناه من كام سلايد كده، المايكا ده احد انواع الان اورجانيك ماتيريال. تمام، ده شكل الصخره بتاعته اللي بيجي منها. زي ما احنا هنقول دلوقتي ان هو ايه الماتيريال اللي بتتكون فيها، اشهرها طبعا بتبقى سيليكات الالومنيوم او المغنيسيوم او البوتاسيوم. بيبقى بيجي من الشكل كده، بيجي صخور او حجاره بهذا الشكل، وبعد كده بايه بتبدا تتصنع بقى وتتقطع وتتظبط. تمام، ده الابلكيشن بتاعه، احد التطبيقات اللي هو في الهاي فريكوانسي كاباسيتورز. خلاص، دي شكل الكاباسيتور، ده الكترون كاباسيتور اهو، ده احد الماده العازله بتاعته، دي هي المايك. خلاص، نيجي بقى نتعرف على الأخ ده تفصيليا كده. أولا، من حيث الاستراكشر بتاعته اتفقنا إن هو انورجانيك ماتيريال، فهو كريستالين ان نيتشر. خلاص، يعني هو طبيعته مادة كريستالين. كريستالين يعني عبارة عن بلورات، مسافات البيانية بينها وبين بعضها متساوية، فعايز نسميها مادة كريستالين. إيه هي محتوى المادة؟ هو مينرال سيليكات اوف الالومنيوم. خلاص، سيليكات الالومنيوم، او زي ما قلت لك البوتاش او اللي هو البوتاسيوم او المغنيسيوم. خلاص، دي الاستراكشر، الالكترونيك ستراكشر بتاع الماتيريال نفسه. تمام، طيب اللي يهمنا طبعا مش الاستراكشر، اللي يهمنا اكتر بقى مين؟ الخصائص بقى بتاعته. الدايلكتريك كونستنت اللي هي الابسلون من 5 ل 7.5، فدي يعتبر من الارقام الكويسه، يعني الفاليو بتاعتها بتكون كويسه ان انا اقدر استخدمها كداي الكتريك موتور. اللوس انجل هي تان دلتا، تقريبا 3 من 10,000، ولما بتكون سيئه جدا بتوصل تقريبا ل 0.15. كمان داي الكتريك سترينث، التحمل الكهربي اللي هي الاي، يعني اقدر ابلاي عليه فولتج قد ايه. طبعا رقم ضخم جدا، نتكلم فيه 700 الى 1000 كيلو فولت لكل ملي. يعني انا لو عندي ملي من المايكا يقدر يتحمل لحد 700 كيلو فولت. لكن ده طبعا في الايه، في الكيس من غير ما يكون في اي شوائب او اي امبيورتس موجوده في السيستم. تمام، بيتميز كمان ان هو الريزستيفيتي بتاعته كبيره جدا. خلاص، وخصوصا مع درجه حراره عاليه. اتفقنا ان دايما المواد الان اورجانيك ما بتاثرش بالحراره. خلاص، فده مع الحرارات العاليه بيفضل محافظ على المقاومه بتاعته وعلى الميكانيكال ستريس من غير اي تغير. عشان كده بقدر من كمان من الحاجات المهمه اللي جواه في المايكا، ان انا اقدر اعمل له سبليت، اقدر اقطعه لفيري ثين فلات شيتس. خلاص، بجيبه كده شيتس رفيع جدا، الشيتس دي بالملي. يعني خلاص، يعني ممكن اقطع شيت بالملي من ماده مين؟ من ماده المايك. تمام، طيب عشان كده بقى له تطبيقات كتيره ومختلفه. زي ايه؟ اولا بيستخدم في حاجات كتيره جدا في الانسوليتنج ماتيريال. اشهر حاجه قوي في الاستخدام بتاعته في السويتش جير للارميتشر وايننج. في الماشينز كده لما بتيجي تبص في الارميتشر بتاعي حوالين الشافت، بيبقى فيه الكوميتيتور. خلاص، ما بين الكوميتيتور ده المفروض ان هو بيتوصل على الكوندكتور، يعني ده اللي بيمشي في التيار الكهربي، او ده بيبقى عليه الفولتج. والشافت ده بيبقى حديد ستيل، فانا بعزل الاثنين من بعض بماده المايكرو. خلاص، ده احد التطبيقات بتاعته. خلاص، عشان كده دايما بحتاج ان انا ايه اعمله كشيتس صغيره عشان احطها مع مين؟ مع الكوميتيتور ما بينه وما بين الشافت. تمام، وكمان بقى بستخدمه لخصائصه بقى الحراريه العاليه، بستخدمه في الالكتريكال هيتنج ديفايس زي المكوه. خلاص، او اي هوت بليتس. اللي المكوه الكهرباء هو في سلوك كهرباء. خلاص، وفي حته الايرون ده والحديد بتاعي دي اللي هي السخنه، فانا مش عايز الحراره دي توصل للسلك، فانا بعزل ما بين السلك الكهربي وما بين الحديده عن طريق مين؟ عن طريق ماده المايكرو. تمام، كمان بيتميز ان هو اقدر استخدمه في الهاي فريكوانسي ابلكيشن، فاقدر استخدمه زي ما احنا شفنا في السلايدز اللي قبل دي
الكباستور اللي احنا شفناه ده، ده هاي فريكوانسي كباستور، خلاص تستخدمه في ايه؟ الهاي فريكوانسي رينج. فدي كلها خصائص لمادة مين؟ لمادة المايكرو. تمام. تاني مادة بقى عندنا اللي هي الجلاس، الإزاز. برضو الإزاز من المواد الإنورجانيك، خلاص احنا اتكلمنا من شوية عن المايكا كمادة إنورجانيك، برضو الإزاز من المواد الإيه؟ الإنورجانيك. ايه الماتيريال الرئيسية في تصنيعها وهي عبارة عن ايه؟ أولا هي بنقول عليها سيرمو بلاستيك انورجانيك ماتيريال، يعني هي مش انورجانيك بس، لا ده هي سيرمو بلاستيك. يعني ايه سيرمو بلاستيك؟ فكره ان انا ضميت كلمه سيرمو بلاستيك للانورجانيك ماتيريال، هو في طريقه التشكيل، طريقه التشكل بتاعه الازاز نفسه. الازاز ده هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن اوكسيد سيليكا SiO2، خلاص، او ده المين كومبوننت جوه الجلاس بتاعي كوميرشال جلاس، هو الاس اي او 2، وده اللي بيكسبه اصلا كمان الخصائص الكهربيه بتاعه الجليد. فعشان يتشكل او عشان يطلع لنا الازاز، هو بيدخل في الفرن، خلاص، في درجه حراره كبيره عشان يبدا ان احنا نشكله بالاشكال اللي احنا عايزينها. فعشان كده احنا ضفنا الكلمتين ان اورجانيك، لانه هو ايه؟ سيرمو بلاستيك ماتيريال، يعني تشكيله عن طريق الايه؟ التسخين. تمام. طبعا المواد السيليكا جلاس اللي هي بتبقى نسبه السيليكا او الاوكسيد سيليكا اس اي او 2 نسبه كبيره جدا فيها، هي دي المواد اللي احنا بنستخدمها اكتر كانسوليتنج ماتيريال. تمام. طيب ايه بقى الالكتريكال بروبرتيز بتاعت الجلاس ده عشان اقدر ان انا استخدمه في التطبيقات الكهربيه؟ بالنسبه للداي الكتريك كونستنت، قيمته تقريبا من 3.7 ل 10، ودي برضو من القيم الكويسه جدا. دايما تلاقي المواد الانورجانيك الداي الكتريك كونستنت بتاعتها كبيره، لكن مشكلتها ان هي مواد مش سهله، مش سهله التصنيع، فدي مشكلتها الاكبر. لكنها خصائصها الكهربيه لما نيجي نقارنها بعد كده ببقيه المواد الثانيه، لا هتلاقي خصائصها الكهربيه عاليه جدا. طيب كمان الدنسيتي، كثافه الماده نفسها حسب التصنيع وحسب كميه السيليكا اللي موجوده جواها، بتتراوح من 2.2 ل 6 جرام بر سنتيمتر كيوبيك. خلاص، طبعا احنا اتفقنا ان احنا كل ما الماتيريال بتاعتي كانت لو دنسيتي، خلاص الكثافه بتاعتها صغيره، كل ما كان احسن بالنسبه لي. يعني ايه؟ يعني الويت بتاعها وزنها خلاص مش تقيل جدا بالنسبه ان هي تملى certain volume، فراغ محدد. طيب كمان اللوس انجل التان دلتا بتاعتها 3 من 10,000 ل 0.01 ك لوس انجل، اللي هي بتعبر لي عن قيمة الدايلكتريك لوسز اللي بتحصل في السيستم بتاعي. اخر حاجة بقى اللي هي الدايلكتريك سترينث، من 2.5 ل 50 كيلو فولت بير مليمتر. طبعا واضح ان القيمه بتاعتي مالها اقل شويه من قيمه مين؟ قيمه المايكا. بس المايكا كانت السترنس بتاعها اعلى جدا. احنا دايما لما نيجي نتكلم دلوقتي عن اي ماتيريال جديده بالنسبه لي، فانا بعيني على ثلاث حاجات مهمين: الدايلكتريك كونسنت، الدايلكتريك سترنس، والتان دلتا او اللوس انجل. خلاص، دايما هتلاقي مواد الان اورجانيك الدايلكتريك كونسنت بتاعتها كبيره، الدايلكتريك سترنس الى حد ما كبيره، واللوسز برضو بتاعتها بتكون صغيره. تمام. طيب نيجي بقى نشوف، طيب بالخصائص دي الازاز او الجلاس ده اقدر استخدمه كتطبيق في ايه؟ طبعا الازاز له استخدامات كتيره. لعلمك ان الازاز كان من اشهر المواد في التصنيع، لكن لفتره زمنيه سابقه، يعني في السبعينات كده وفي الستينات والسبعينات، كانت هي المادة الأكثر استخداما في العزل. كنا بنستخدمها في إيه؟ أو ما زال بعض الحاجات شغالة بيها لاستخدامات الجلاس، زي الإلكتريك بادز، المصابيح الكهربية، مصابيح الإدارة. لو حضرتك شفت المصباح الكهربي اللي عندك، هتلاقيه مصنوع من إيه؟ من الإزاز.
او في الاكس راي تيوبس، الانابيب بتاعه الاشعه الاكس راي، بتلاقي ان هي الحلقه بتاعتها معموله من الازاز. زمان بقى كنا بنستخدمه كسويتش، سويتش مفتاح مع الالكترونيك ديفايس، الالكترونيك فالفز او الميركوري سويتش. خلاص ده كل المواد دي الانسوليتنج ماتيريال بتاعتها كانت منين؟ كانت من الازاز. تمام. كمان كنت بستخدمه ازا كاباستور. ليه؟ لان الداي الكتريك كونستانت بتاعته الى حد ما كبيره، فاقدر ان انا ايه استخدمه كهاير كاباستور. بالاضافه ان احنا زي ما انتم شايفين قدامنا في الشكل اهو، ان هو ممكن استخدمه كايه؟ كعازل. ده انسوليتور اهو، العوازل اللي هي المعلقه سسبندد انسوليتور، ده العزل بتاعي لو هو مصنوع منين؟ من الازاز. طبعا زي ما انا قلت لك دلوقتي ان هو عموما معظم الماتيريالز دي زي الازاز بدات تقل شويه، لان طبعا عارفين كلنا خطوره الازاز ان هو لما بيتكسر بيعمل مشاكل شويه، عشان كده رحنا لجأنا الى مواد تانية بيكون الالكتريكال بروبرتيز بتاعتها افضل، وفي نفس الوقت بتكون ايه؟ بتكون الخصائص بتاعتها الى حد ما كويسة مع الاستخدامات الآمن للماتيريال. طيب احنا كده شفنا مع بعض المايكا وشفنا مع بعض البلاس، ده كده في الجزء الأول في المحاضرة. الجزء الثاني هنكمل بقى بقية الماتيريال المختلفة. هنبدأ بقى نشوف السيراميك برضو من الانورجانيك، طبعا هتلاقينا مركزين شوية على الانورجانيك لأن هي دي المواد اللي لها خصائص كهربية عالية ولها تطبيقات واستخدامات كتير. خلاص وهنشوف برضو المواد الايه السينثيتك زي البلاستيك ومعظم الحاجات البوليمر وتطبيقاتها واستخدامها. خلاص يبقى احنا كده النهارده بدأنا نتعرف على الماتيريال اللي بيتعمل منها السوليد دايلكتريك ماتيريال، وقسمناهم الى كاتيجوريز مختلفه، والكاتيجوريز دي بدأنا ان احنا نشوف انواع داخليه ليها وخصائصها واهم مميزاتها وايه مشكله ده وايه مميزات ده، وبدانا نقارن بين الحاجات وبعضها. تمام ناخد بقى بريك ونشوف المحاضره اللي